مرحبا بكم في برنامج عيالنا والذي يقدمه لكم محمد الهتمي محمد الخرجي. نقدم لكم في هذه الحلقة ملخصات عن مباريات الفئات السنية لمن فاته مشاهدتها، كما سنكتشف مع عيالنا كيف يخدم العلم الرياضة في نتورك، وفقرات أخرى كثيرة في انتظاركم. لننطلق. هلا ابو عيسى، شخبارك؟ هلا حمود، شو مسوي؟ الحمد لله طيب. ها وين هالاسبوع سويت؟ ابد والله كالعاده دراسه وتمرين. الله يرفقك. تعال صح، شخبار الاصابه؟ طمنوك فيك شيء؟ ابد والله، رحت الدكتور وقال لي يبي لك علاج طبيعي شويه، ان شاء الله الفتره الجايه اصير احسن. الله يوفقك يا رب، وان شاء الله نشوفك احسن لاعب بداخل قطر وبرا قطر بعد. الله يسلمك يا ابو جاسم، ما تقصر. انت قول لي هالاسبوع نبدأ حلقتنا بشنو؟ تقرير تحت 13 سنة صح؟ صحيح، كالعادة نبدأ بتسلسل فئات. لأن يلا خلنا نشوف. أكيد بنشوفها، وبنفس الفئة مباراة قطر ومعذر في 3-1. حماس والله هالدوري، نفاد الملعب. يلا خلنا نشوفها. يلا اخترنا لكم هالاسبوع من دوري الواعدين تحت 13 سنة مبارتين، الاولى بين الغرافة والسيلية، واللي صار فيها شيء غير الطبيعي، لان مثل ما تعرفون ظروف الفريقين وايد مختلفة. السيلية بالمركز الاخير يبي يحقق اول فوز بالدوري، والغرافة بالمركز الرابع وطموحه يلحق باهل القمة، وينتهي اللقاء بخماسية غرفوية، ويتم السيلية في المركز الأخير بدون نقاط، ويصعد الفهود الصغار للمركز الثالث بتسع نقاط. وفي مباراتنا الثانية من دوري الواعدين، هي مباراة الظروف المتشابهة بين قطر اللي جاي من فوز وحيد على العربي بهدفين، ومعذر اللي جاي من فوز وحيد على السيلية 2-1، يعني الحال من بعضه، وكل فريق قاعد يتمنى الفوز بفوز ثاني. لكن مثل ما تعرفون الأماني مو وحدها كفاية لتحقيق الفوز، وينتهي اللقاء بفوز معذر 3-1. من دوري الواعدين اللي انتهج مولعه يا محمد الى دوري الامل. ايه هالاسبوع بات السد والريان، للاسف السدويه فاز عليهم 4-1. ليش للاسف يا محمد؟ تعرف سد ريان يبانه تمام، بس الريان لما يصر طبيعي يخسر، فهالخساره مفروض تقوي وتحمسه عشان يعوضه المباراه الجايه. صح كلامك ابو جاسم، بس يصير خير. انزين يلا خلينا نشوف التغيير وبعدها نشوف فقرات نتورك. مباراة السد والريان بدوري الأمل، مباراة المركز الثالث اللي الريان يحتفظ به عقب فوز الكبير في الجولة الماضية على الأهلي بسباعيكة، وعيال السد جايين من خسارة بهدف من الدحيل. ومن نتائج الفريقين أي أحد يتوقع أن المباراة بتكون وايد سهلة لعيال الرهيب الرياني، لكن عيال السد قالوا لهم هذا الميدان يا حميدان، ودش السدوية المباراة بكل قوة وأنهوها لصالحهم، لينتهي اللقاء برباعية سدوية لهدف رياني وحيد. مبروك يا زعيم.
والله الحمد لله بخير، بدعنا لعبنا وفزنا الحمد لله. أول شيء كنا مفكرين إن المباراة بتكون قوية، لكن أول ما سجلنا شوي الفريق نزل مستوى، فبدأنا نسجل أكثر من جول، فزنا الحمد لله. صراحة بدأت المباراة الشوط الأول ما بدعنا، ما لعبنا، كان في أغلاط. الأغلاط هذه إحنا سببنا الأهداف حق السد. الشوط الثاني قدرنا نسجل هدف، لكن قدر السد بعد يسجل هدف. الحمد لله انتهت 4-1. إن شاء الله في المباراة نعوضها إن شاء الله. هي ساعة رياضية لتتبع النشاط الرياضي ونظام الحياة اليومي بنظام بلوتوث الجوال، تعمل مع الآيفون والأندرويد. هذه الساعة تعمل أسبوع بدون الحاجة إلى شحنها، لأنها تعتمد بطارية من نوع 30-14-25. الساعة مصنوعة من ألمنيوم IP64، نظام ضد الماء والتعرق، وجلدها مطاط وناعم. تحتوي على تنبيهات للمسافات، السرعة، السعرات الحرارية، معدل نبضات القلب، مراقبة النوم، تحكم الكاميرا، استقبال رسائل الاسمس والمكالمات الواردة على الجوال، مانع لسرقة الجوال، منبه، والكثير من المميزات الأخرى. هذه الساعة مثالية، يمكنك استخدامها يومياً لقياس ومتابعة الحالة البدنية الخاصة بك، كما أنها تحفظ جميع المعلومات وترسلها إلى البيانات الرسومية على جوالك كي تتمكن من تحسين الأداء مع زيادة لياقتك البدنية. ارتديها كساعة أو اخفها في جيبك طيلة النهار، وراقب إنجازك اليومي أو الأسبوعي على هاتفك النقال. بعد قليل تشاهدون على عيالنا يامي، أكلة صحية سريعة وشهية. ما لاحظت شيء محمد؟ شنو؟ كل ما يصنعون شيء جديد تفكر إن خلاص ما راح يصنعون بعده، بس لا، يصنعون ويبهرون فيه بعد. أكيد يا محمد، مع العلم والتقدم تكتشف أشياء مستحيل تجي في بالك. صحيح، ما علينا، المهم خلنا نشوف الحين مباراة الحيل والأهلي في دوري أشبال. يشوفوا مباراة يقولون كانت قوية. تمام، وبعدها نشوف الشيف محمد نجم شو مسوي لنا في فقرة يامي. في واحدة من أفضل مباريات الجولة الرابعة بدوري الأشبال تحت 15 سنة، أشبال الدحيل قدروا يحققون فوز صعب ووايد مهم على الأهلي، ومن بداية المباراة الفريقين داشين بكل قوة، وقدم الفريقين شوط أول مثير انتهى بالتعادل 1-1. وبالشوط الثاني الأهلي اللي بلش بالتسجيل، لكن الدحيل رد بقوة بهدفين لينتهي اللقاء بفوز صعب للدحيل بنتيجة 3-2. الحمد لله على كل حال، واحنا خسرنا 3-2 من الدحيل، وكنا نلعب ناقصين، ان شاء الله بنعوض المباريات الجايه ان شاء الله. الشوط الاول كان صعب بالنسبه للفريق، يعني اللي جاي من سباير والبدن، يعني شو اسمه، التمارين البدنيه وهذا، يعني الفريق كان تعبان شوي. الحمد لله مع الشوط الثاني تغيرنا، شدينا حيلنا وجبنا الفوز الحمد لله.
التحيل كالعادة من تألق إلى تألق، ويا ترى في دور الناشئين كان متألق وفاز على نادي الأهلي. تألق وفاز بخمسة لهدف واحد أهلاوي. كيف فريقي؟ يلا الحين بنشوف تغريد وعقب بنشوف مباراة الأهلي والعربي في دوري الشباب، واللي يقولون إنها انتهت بنفس النتيجة. لصالح العربي ولا للأهلي الخمسة؟ أكيد للعربي. أوكي يلا خلنا نشوف. في كرة القدم في قاعدة تقول إن الأرض تلعب مع صاحبها، لكن في مباراة الأهلي والدحيل بدوري الناشئين الأرض لعبت مع الفريق الضيف، وهو الدحيل، لأن إمكانيات الدحيل الفنية كانت أكبر من القاعدة وأكبر من طموحات الأهلاوية اللي دشوا المباراة يمنون النفس بتحقيق أول فوز لهم بالدوري. لكن عيال الدحيل ما عطوهم فرصة وأنهوا اللقاء بخماسية لهدف وحيد، ليحتفظ الدحيل بالمركز الخامس برصيد 7 نقاط، ويتراجع الأهلي للمركز التاسع بدون نقاط. صراحة مباراة صعبة وما نريد نقول لها هارد لك الأهلي، وهاي خطوة لنا أن نتقدم إن شاء الله نأخذ البطولة. نقول الحمد لله على كل حال. إحنا قلت لنا فرص بس يعني ما استغلناهاش، هم قلت لهم فرص كتير واستغلوها بعد الإصابات وكده والتعب شوية، هو ده اللي أثر علينا. في دور الشباب تحت 19 سنة اخترنا لكم مباراة الأهلي والعربي اللي توقعناها تكون قوية من الفريقين، لأن الأهلي جاي من فوز كبير على المرخية ب8 أهداف لهدف، والعربي جاي من تعادل بحجم الفوز مع السد ب2 هدف لهدف، يعني الفريقين في وضع فني جيد. لكن العرباوية كان لهم رأي ثاني وحكروا حق الأهلاوية وقالوا لهم مو بكل طير اللي ينأكل لحمة، وإحنا العربي مو بالمرخية، لينهوا المباراة بجدارة ب5 أهداف لهدف أهلاوي يتيم، وبكذي يتراجع العميد للمركز 11 ب3 نقاط، ويصعد العرباوية للمركز 6 ب7 نقاط. والله وش البداية كانت صعبة، الأهلي ضغطوا علينا، وشوط الأول كان صعب مثل ما شفتوا 1-0، الشوط الثاني تعبوا واللياقة عندهم طاحت وفي مساحات ورا، والحمد لله سجلنا أهداف منها. صراحة والله كان عندنا نقص كتير في العدد، في يعني في تقصير شوية في التدريب، يعني في لعبة شوية ما بيجي التبريد، فيعني عشان كذا مش عارفين أدوارهم كويس في المباراة، فبس والله شوية أخطاء من الحارس، عشان دين أصلا الحارس بتاعنا الأساسي ما بيلعبش، فالحس احتطه هو اللي كان بيلعب، فعشان كده. والحين جاء وقت المتعة، ما أجمل أهداف الجولة الماضية في توب 3.
والحين وصلنا لفقرة كريزي سبورت. أوف هالفقرة العجيبة. بجوسم بسألك، تعرف لعبة الرماية؟ أكيد أعرفها، ما أعرفها. إنزين، وتعرف لعبة رماية البازلاء؟ نعم. شنو رماية البازلاء؟ خبر أن البازلاء ناكلها ونلعب فيها. إنزين، شوف هالتغيير راح تعرف هالرياضة. أوكي خلنا نشوفها ولنا لقاء الأسبوع الجاي. يلا باي باي. أوكي محمد، يلا مع السلامة. رماية البازلاء رماية من نوع خاص، وهي ليست كباقي منافسات الرماية المعتادة، إذ يستخدم المتسابقون حبات البازلاء في اللعبة بدلا من الطلقات النارية، وتعتمد اللعبة على قوة النفخ ودقة التصويب. يقف المتسابقون على مسافة 12 قدما من الهدف، ويقوم كل مشارك بإطلاق عدد من حبات البازلاء المجففة من خلال نفخها بأقصى ما لديه من قوة عبر مسدسه إلى الهدف المغطى بمعجون الرطب حتى تثبت عليه حبات البازلاء، ويكون الفوز لمن يتمكن من إرسال القذيفة إلى أبعد مسافة، وتحتسب حبات البازلاء التي أصابت الهدف فقط، حيث تمنح 5 نقاط أو 3 أو نقطة واحدة حسب مكان الإصابة. ويستخدم المتسابقون أدوات ابتكروها بأنفسهم، فمنها الخشبية، ومنها ما كان أكثر تطوراً مثل أداة لإطلاق حبات البازلاء باستخدام شعاع الليزر. نشأت هذه المسابقة في المدارس ثم طورت بعد ذلك لتصبح حدثاً دولياً.